صناعة مصرية، مدينة 6 أكتوبر مصر. مواطن من غزة يعثر على أدوية مصرية بين مخلفات جيش الاحتلال في القطاع. اليوم كنا شرق مخيم البريج مطرح ما كان التوغل الإسرائيلي، طبعا انسحب الجيش، انسحب من الدبابات. المهم لقينا في أكل وراء الجيش، طبعا هذا باكيت اللي هو شاورما نباتية اسمها، هذا خبز صاج جبس. مشان القصة اللي لفت انتباهي اني لقيت هذا المنتج، هاي زي ما انتم شايفين صناعة مصرية، مدينة 6 اكتوبر مصر، وتحيا مصر. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر لم يدعم إسرائيل أثناء حربها على قطاع غزة بالأدوية فحسب، فبينما يمدها بالعلاج منع إدخال المساعدات واستقبال الجرحى باستثناء نزر يسير تسمح به حكومة نتنياهو، وأمر عساكره بإسقاط المسيرات التي يطلقها الحوثيون لضرب الاحتلال، واقترح على إسرائيل تهجير سكان القطاع إلى صحراء النقب، وشدد الحراسة على الحدود مع غزة مشيدا عدة أسوار لمنع تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين ومنع أي هجمات ضد الإسرائيليين، ولم يحرك ساكنا تجاه قصف الاحتلال معبر رفح عدة مرات، وبنى منطقة عازلة يرجح مراقبون أنها ضمن صفقة لاستقبال مهجرين غزيين، ورفع حجم وارداته من غاز إسرائيل مقابل الأموال التي تستعين بها لمواجهة تحديات الحرب وشراء العتاد الذي تقتل به أطفال فلسطين.